variou, um homem bebê. Alô? E alerta. Pra boa. Ah. Aí ela não funcionou. Ela não funcionou. Como é que passou? عشان البطولة يلا بنزل لك على الجوال عم روح البطولة ما قالوا بوي سوى لنا سالفة يبطل شاب وقت احنا ما نبي نطلع يبي سيارة واخوي والله ما تذبحني انا علمك والله ما تذبحني اوكي صدق هي اللي شي اكسمك اطلع اطلع بس اطلع بكتوب ايش تبي انت ما ابي هيا يلا يا اخي ايش بالك يا اخي رح تعلق لا تخسي شو ضي لك شكلها باتشو والله الفيديو جامد ايش والله ما طرش تسمك عنك ما طرش بس ابيك تحط ستوري والله ابوك والله انت حلط يا القحبة هي قهبة يا قحبة every time بس ردي انا ما استحمل ردي ايه ما استحمل انا يا ولد شيخ قبيلة راس بلفان لو انت ريال تذبحني بس مرة واحدة ها؟ يا ريال لو انت ولد كفو لو انت ولد نشمي تذبحني بس مرة واحدة زين عادي زين شنو هاي من متى؟ هاي عادي ايش فيك؟ افشي هاي فين؟ الشحنية هاي الشيخ حمد هاي الشيخ حمد الشيخ خليفة قاعد يصور زين عادي شوف وحدة ها شنو يعني؟ شحنية هاي زين واحد صغير واحد عود شنو هاي شنو هاي وين يروح هاي وين يروح هاي اوكي عادي زين شي احدى هاي بس لا تدش في النص قال في النص شي يضربك اي شي عادي تموت من تختنق وتموت زين لا تفش زين واطلع حط راديو ليش يعني شنو يعني بتروح حق العصاب تستقبل
اهلا اهلا، وصفتنا اليوم الجريش، فقدر على نار متوسطه راح نضيف شنو؟ اهلا اهلا، وصفتنا اليوم الجريش، فقدر على الجريسة نار يا هريسة متوسطه راح حمارة. نضيف السمن والبصل والفلفل والكمون، واول ما يدبل البصل نضيف الدجاج دجاج ونحمره شويه، بعد كذا نضيف المويه المغليه ونخليه يطبخ الى ما يستوي الدجاج. بعد ما يستوي راح نرفع الدجاج من المرقه ايه ونضيف تخبطنا الجريش مع الرز المصري ونغطيه ونخليه يطبخ تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة راح نضيف اللبن مع الزبادي ونقلبه بشويش ونغطيه ونخليه يطبخ تقريبا ساعتين. بعد كده راح نحمس البصل مع الزيت ونضيف معجون الطماطم والبهارات وأهم شيء الليمون الأسود والملح. ها؟ ايش في يا مينون؟ شو اذا جات فوق ندك المرة؟ لا تاخر شيء فوق جامدة. تعال تعال هنا شوف هلا. من طيب من طيب من طيب ما تشاف دي قلت طيب تجي بس بلعب لك ها سلاحين. لا انا ما بدي لا لا مو بلي طيب هذاك اللي دمج 75 كم شات جان بلاشتي اهلا قلت لك اذبح لي ذبحه صح؟ ما تعرف تذبحني لا تبني هاي اضرب 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 بس يا علي بط كبدي اضرب اضرب هاي اخبارك صح؟ هاي اخبارك زين زين وبعدين 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 يعني هاي لا هاي لا بو والله تبي سنايبر يلا تعال لا انا ابي سنايبر اطلع هكا وين قاعد اقول وين ما يصير انا اشطرش لك ما يقمنا ها؟ لا تصيد لان عندك السمك ايش امك يا ولد القحبه بروك العالي طرش من اول ثاني دش 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 بسرعه انت ما نوب لا يلعب انطر انطر قسم بالله على امك هات السقوة عليك السقوة عليك قسم بالله انا اجيب لك حاجة يلا بعدين 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 وبعدين 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 لا 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 انطر 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 الشيك طلعت هاتشو باي بلا كوبس يلا خلي